ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز. أهلا بك معنا الدكتور محمد. اليوم في جلسة مجلس الأمن، يعني مندوبو الدول في هذه الجلسة أشادوا بالدور المصري في أزمة غزة. كان هناك إشادة بالمساعدات التي تقدمها مصر، هذا في جانب، والجانب الآخر طبعا يعني ضلوع مصر ومشاركة مصر الكبيرة في مفاوضات التي تشارك فيها للمحتجزين، وأيضا هذا الدور الذي يشهد له القاصي والداني. دكتور محمد، كيف تقرأ كل الإشادات التي ظهرت اليوم في هذه الجلسة؟ يعني عايز أقول لحضرتك إنه هذا القرار وهذه الجلسة هي مناسبة لتأكيد أو للتذكير بالدور الحقيقي الذي تقوم به مصر منذ بداية هذه الأزمة من اللحظة الأولى، ومصر بتقوم بدور مرتكنة فيه إلى ثوابتها الأساسية. ويمكن هنا القرار اللي يعني بعد شهور عديدة من المقتلة الكبرى في غزة هو بيؤكد على ما طلبت به مصر، سواء في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، سواء بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. هذا هو مش بس ما طلبت به مصر من اللحظة الأولى، ولكن بذلت كل الجهود على المستويات السياسية وعلى المستويات الدبلوماسية لتصل إلى هذه النتيجة. صحيح في عراقيل كثيرة جدا من الجانب الإسرائيلي، يمكن عراقيل دكتور محمد، لكن السلطات المصرية تؤكد دائما أن معبر رفح مفتوح على مدار الساعة ولم يغلق قط منذ 7 أكتوبر. هو ده اللي أنا عايز أؤكد عليه، لأنه العراقيل اللي كانت بتعملها إسرائيل ما كانتش عراقيل فقط على الأرض، ولكن هي عراقيل على مستوى ما يمكن تسميته بالحرب النفسية، أنه بس شائعات مثلا عن مسألة المعبر اللي مصر من اللحظة الأولى ولا زالت تؤكد أنه مفتوح طوال الوقت، وأنه الجهد اللي مصر بذلته مش بس على إدخال المساعدات عبر المعبر ولكن في تجميع هذه المساعدات. يعني إحنا النهاردة بنتكلم على الجانب الأكبر من المساعدات التي قدمت والتي دخلت إلى غزة هي مقدمة من مصر، يمكن أكثر من 80 أو 85% من المساعدات. ثم عندما جاءت مرحلة الإسقاط الجوي، مصر تتعامل مع الإمارات، تتعامل مع الأردن، تتعامل مع فرنسا، تتعامل مع عدة دول في إنزال المساعدات لقطاع غزة، وده كان دليل على زيادة التعنف الإسرائيلي وزيادة وضع العراقيل من جانب إسرائيل، لكن مصر الحقيقة لم تستسلم لهذه العراقيل. النقطة المهمة كمان إنه ومجلس الأمن بيطالب بوقف فوري لإطلاق النار، بتكلم عن المحتجزين، الجهد المصري على الأرض الآن يتحرك. ويمكن عايز أقول لحضرتك انه نحن على مقربه خلاص من هدنه قادمه. صحيح هذه الهدنه كما تقول المصادر انه لن تكون هدنه طويله، لكن مصر الحقيقه يعني حققت نجاح كبير جدا انه ممكن خلال ايام تعلن هدنه. ده بيترجم الدور اللي مصر بتقوم بيه واللي هي مصر بتعتبره الحقيقه هو دورها الطبيعي. لكن العالم في ظل غياب المعايير النهارده، لما يعني إسرائيل الوفد بتاعها ما بيروحش وبتتكلم على عدم مساعدة الأمريكان ليها لمجرد أن هي ما تستهدش حق الفيتو، هذا عالم تغيب فيه المعايير وتغيب فيه المعادلات المنضبطة. ففي ظل غياب المعايير وفي ظل غياب المعادلات المنضبطة بتلاقي مصر ثابتة سواء في رؤيتها أو في موقفها أو في الدور اللي بتقوم فيه على الأرض طول الوقت. هذا يعني تم تأكيده أكثر من مرة من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعني منذ قليل حتى أدعنا أنه هناك يعني حرص مصري وهناك إخلاص في التناول والتعاطي مع هذه القضية، القضية الأولى للعرب يعني. وهناك أيضا تأكيد دكتور محمد على رفض عملية عسكرية في رفح مرارا وتكرارا، كانت هذه يعني السياسة المصرية في التعاطي مع هذا التخوف في اجتياح رفح. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، إنه مصر تعرضت لواحد من أصعب الاختبارات على مدار القضية الفلسطينية، يعني هذا الصراع الذي بدأ من 48 حتى الآن، كانت فيه اختبارات كثيرة جدا مرت بها مصر. لكن الاختبار هذه المرة الحقيقة كان اختبار صعب، لأنه لا يخفى على أحد إنه هناك ضغوط غربية
مورست على مصر بشكل كبير جدا مثلا لتمرير سيناريو التهديف، ومصر وقفت أمام هذا السيناريو، شرحت مخاطره وجيشت العالم حتى أصبح العالم يتبنى الخطاب المصري في رفض التهديف. هذه الضغوط. وبمناسبة دكتور محمد، هذه النقطة تحديدا التي أثارها أكثر من مرة وأكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية هذه الحرب، هذا التأكيد غير مسار كثير من الأحداث في هذه. أنا ما كانش تأكيد فقط يا فندم، ولكن هو كان يعني وكأني أمام إدارة عملية سياسية ودبلوماسية، إزاي تغيري وجهة نظر العالم ووجهة نظر الدوائر الصانعة للقرار في العالم، واللي هي كانت متعاطفة مع إسرائيل بشكل كبير جدا، إزاي تقدري تغيري وجهة نظرها من إن هي كانت شايفة إنه هذا هو الحل؟ طيب يا جماعة يعني ما الذي يمكن أن نقدمه؟ طيب هؤلاء الناس يمكن أن يخرجوا من غزة ويروحوا مصر أو الأردن؟ ده كان التوجه. فازاي انت قدرتي من خلال قنواتك السياسيه قنواتك الدبلوماسيه انك تغيري القناعه بعد ما كانوا شايفين انه هذا هو الحل، فاذا بيهم بيقولوا انه هذا حل مستحيل، وانه دعم العالم وجهه نظر مصر. اعتقد انه العمليه اللي قدرتها مصر دي بكفاءه كبيره جدا. يمكن الناس ما تشوفش التفاصيل، يمكن ما تعرفش اللي بيحصل في المفاوضات، يمكن ما بتعرفش اللي بيحصل في المباحثات الثنائيه سواء منها ما هو علني او ما هو سري، لكن في النهايه انت قدرتي تغيري وجهه نظر العالم. ثم اعتقد ان موقف مصر وموقف الاعلام المصري تحديدا، وهنا لازم اشيد بالقاهره الاخباريه، لانه يعني لولا القاهره الاخباريه تحديدا ولولا منظومه الاعلام المصري تحديدا كان يمكن اخذ الاعلام العربي في سكه يعني لا تصب في صالح القضية الفلسطينية. الإعلام المصري كان رأس الحرب في قيادة الخطاب الإعلامي في هذه المعركة، وجيش الخطاب الإعلامي لصالح القضية الفلسطينية. فكان عندي محورين، ضد تصفية القضية الفلسطينية من ناحية، ومع الحفاظ على الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي بشكل عام. كل هذه أدوار الحقيقة يعني أعتقد أنه سيأتي الوقت لتسليط الضوء عليها وعلى تفاصيلها وعلى ما جرى في الكواليس بخصوصها. الدكتور محمد، اليوم كان هناك مطالبات من قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل لإدخال المزيد من المساعدات. هنا أيضا كان لمصر دور كبير في الحراك الدولي فيما يتعلق بدخول المساعدات. شوفي، صانع القرار المصري أو وضع السياسة الخارجية المصرية هو في خلفيته انه هناك ميل غربي وميل من يعني دوائر صنع القرار الى اسرائيل. يعني المسؤولين الامريكيين في الوقت اللي بيستقبلوا فيه رفض اسرائيل واعتراضها واحتجاجها على عدم استخدام امريكا حق الفيتو، بيتهموا الامريكان ان هم بيتخلوا عنها، فبيخرج القاده او المسؤولين الامريكيين يقولوا لهم لا، ويأكدوا على ان احنا معاكم وان احنا داعمين وان احنا هنوفر ليكم السلاح. مصر لما بتيجي في وسط هذا السياق العالمي المنحاز وتؤكد على هذه المساله، انه المجتمع الدولي يجتمع مش عشان بس تدخل المساعدات، ولكن عشان تنفيذ قرار وقف اطلاق النار. يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انه غياب الضمير في العالم بيؤدي انه اسرائيل عندما ترفض قرار صادر عن مجلس الامن فلماذا لا تفرض عليها عقوبات؟ على سبيل المثال يعني شفنا دول اخرى لما كانت بتسلك سلوك سياسي معين، نعم، كان المجتمع الدولي بيفرض عقوبات فورا. طب ايه الاليات؟ يعني اذا كنا وصلنا الى قرار من مجلس الامن يفرض وقف اطلاق النار الفوري ادخال المساعدات، وتتعنت اسرائيل وترفض وتتبجح في عدم تنفيذ هذا القرار، هنا موقف المجتمع الدولي فيه. ولذلك الخطاب الدبلوماسي المصري النهارده اللي بيطالب ان المجتمع الدولي على الاقل انه يقوم بدوره الطبيعي جدا في هذا الموقف. نعم، بشكرك شكر جزيل الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا لك.